يا جماعة الأغنية اللي اتذاعت دلوقتي قناة الحياة واخدها حصري، هي هتتذاع من بكرة إن شاء الله في عيد الشرطة، بس إحنا سبقنا وزعناها النهاردة. بكرتنا دي يا جماعة مختلفة، مختلفة بمعنى الكلمة، بنحتفل فيها بعيد الشرطة مع ثلاث ضابطات بوزارة الداخلية. وقبل ما ندخل في موضوع فقرتنا، أنا عايزة أعرف مشاهدينا سبب الاحتفال بعيد الشرطة في يوم 25 يناير تحديدا. في 25 يناير سنة 1952 رفض رجال الشرطة المصرية البواسل في الإسماعيلية تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة، واشتبكوا مع القوات البريطانية اللي كانت بتفوقهم في العدد والعتاد، واستشهد 50 شرطي مصري وأصيب 80 بطل. ومن الوقت ده ومصر كلها تحتفل بعيد الشرطة في اليوم ده. وكل اللي أقدر أقوله، تحيا مصر، يحيا جيش مصر، وتحيا شرطة مصر. اسمحوا لي أرحب بضيوفي اللي مشرفيني النهاردة ومنوريني، ومنورين طبعا قناة الحياة، منورين برنامج انتبهوا أيها السادة. في البداية بنرحب بالعميد نجوى درويش، مدير إدارة الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان بشرطة النقل والمواصلات، والنقيب رنا علي خطاب، ضابط العلاقات العامة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، والنقيب جهاد حلمي حامد، الضابط بقسم التخطيط والمتابعة بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة. أهلا بحضراتكم، بجد أنتم منوريني وأنا فخورة بيكم. والله أنا كست كده بحس إنه مصر بخير. ست العميد، زي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة وشعب مصر كله. حضرتك في متابعة النقل والمواصلات، طبعا بتصادف حضرتك مشاكل كتير جدا في النقل والمواصلات، مش كده؟ هو التعامل مع المواطن المصري بصفة عامة محتاج مصبرة في التعامل. أيوة. محتاج طول البال، ومحتاج انت تتعاملي معاه كله مختلف، يعني سواء كان سن، عمري، أعمار سنية مختلفة، فئات. أيوة. مختلفة، ثقافة مختلفة، توجهات مختلفة، كل واحد بطبيعته يعني. فالمفروض ان انت تقدري تتعاملي مع كل ده. طبعا اعداد مهوله، ملايين من الركاب طبعا، سواء كان مترو او سكه حديد، والمفروض انك تقدري تتعاملي. وحضرتك بتنزلي بنفسك؟ بننزل الحديد. حملات، وبننزل علشان خاطر الحالات اللي هي الفرديه، سواء كانت محتاجه تفتيش او تعامل. أيوة. من الشرطه النسائيه لو كان في سرقات او تحرش او اي واقعة سلبيه. أيوة. وبننزل حملات بقى للقضاء على اي ظاهره سلبيه، سواء كان باع جائلين او متسولين، اي حاجه عرض يعني ممكن يتعرض له المكان نفسه. طب احنا عايزين نعرف برضو الساده المشاهدين ان الست العميد متزوجه. تمام. وعندها ابن. تمام. ربنا يخليه لك. بتقدري ان انت توفقي ولا هي شغلانه طبعا زي بقيه الاشغال، بس انتوا بيبقى عليكم حمل تقيل شويه يعني؟ بصي، هي البدايه كان بيبقى فيه مساعده من الاهل طبعا. أيوة. ولكن بعد كده الحمد لله الحياه بتمشي، والابن بيعتمد على نفسه، لانه شايف ان هو ما قدموش حل تاني غير كده، ان هو بياخد النصيحه وانت بتتابعيه وربنا بيساعد، بس خلاص بتمشي. طيب نتنقل بقى لضيوفنا الجمال اللي لسه ما اتجوزوش، بس انا متاكده ان بعد البرنامج هيجي لكم عرسان كتير. طبعا انتوا بيجي لكم عرسان كتير، انتوا مش عايزين تتجوزوا ليه؟ ده سؤال انا سالته لهم على فكره يا جماعه قبل ما ندخل على الفقره، قالوا لي لا احنا مش عايزين، يعني شغلنا صح. هو مش عايزين، بس يعني الشغل طبعا واخد الوقت، وفي نفس الوقت هتبقى عايزه الشخص المناسب اللي يستحمل ظروف الشغل، اللي طبعا يساعد، اللي قوي مش اللي يضعف. لا عادي، لا طب البيت اهم، طب لا عارف كارير الشغل طبيعة شغلك بالظبط. طيب النقيب جهاد، يعني ايه التخطيط والمتابعه في كليه الدراسات العليا باكاديميه الشرطه؟ هو التخطيط والمتابعة ده قسم من أقسام كلية الدراسات. أيوة. هي فيها خمس أقسام من ضمنها قسم التخطيط والمتابعة. هو طبعا القسم ده بيبدأ من أول السنة خالص، يعني عندنا المساعدين اللي هم العمدة بيبقوا دايما درجة عميد، بيعقدوا اجتماع مع مدير الكلية وكبير المعلمين. الاجتماع ده بيتحط فيه زي خطة للسنة كلها هتمشي ازاي، لكل قسم المفروض هيمشي ازاي. احنا كل ده بنجمعه وبنتابع مع اقسام الكليه كلها، قسم قسم
طول السنه خلص حاجته دي اتاخرت دي ما اتاخرتش، بحيث ما فيش حاجه تبقى علينا او حاجه متاخره او كده. يعني شغلنا ان هو نتابع كل الاقسام ونتابع الكليه ازاي، لان احنا عندنا في الكليه 8 دبلومات. دي الضباط بتيجي تقدم عندنا ياخدوا دبلومه، ياخدوا دبلومتين بتعادل الماجستير وبيحضر دكتوراه. واحنا عندنا كمان الكليه يعني كل الدبلومات واخدين معادله زيهم زي الجامعات المصريه بره، زي ما في اي جامعه الطالب بيتخرج بيحضر ماجستير بيحضر دكتوراه وكده. احنا عندنا نفس النظام بالظبط بعد ما بيتخرج، بس ليه شروط معينه، يعني لازم يعدي عليه 3 سنين ولازم يبقى موجود في الخدمه في خدمه الشرطه يعني لسه مش شغال. وبعد كده بيجي يقدم عندنا بقى ياخد دبلومه والدبلومتين، بعد كده بيبقى كانه اخد ماجستير وبيبتدي يتابع بعد كده ان هو ياخد درجه الدكتوراه. وطبعا يعني الماجستير او الدكتوراه دي حاجه زي تكمليه لدور الشرطه او دور كليه الشرطه مع الطلبه، يعني مش بس انا اتخرجت درست وخلاص بقيت ضابط، لا دي حاجه بتساعده بعدين في شغله، بتساعده في طبيعه العمل بعدين، بتوسع فكر الضابط شويه وادراكه بطريقه علميه ازاي بعد كده يغير تعامله مع الناس. يعني كل قسم كمان او كل دبلومه في الكليه هما 8 دبلومات شاملين تقريبا كل حاجه في الوزاره، يعني كل دبلومه هتفيدك في كذا وفي كذا وفي كذا هتاخدها. وانتوا بتختاروا بعد تدرسوا ايه؟ تمام بالظبط، هو بيبقى للظابط حريه الاختيار الدبلومه اللي هو عايزها. طب سياده النقيب رنا بقى، ايه درجه الاختلاف ما بين طبيعه رجل الشرطه وضابطه الشرطه؟ يعني في مهام طبعا اكيد يعني الرجاله بس اللي يقدروا يعملوها. هو دلوقتي يعني ما فيش اختلاف ما بين ضابط الشرطه والضابطه، لان تقريبا كل الضابطات اجتازوا الخطوه دي بمراحل. دلوقتي الضابطات بقى ينزلوا انتدابات زينا زي الضباط. انا دلوقتي عندي في كليه تدريب والتنميه بمسك شغل برضو بساعد الضباط في الشغل عندي، بقوا الضابطات زي العميد نجوى كده موجودين في المدريات وموجودين في نقل المواصلات وموجودين في الادارات، يعني كلنا تقريبا كلنا موجودين مع بعض وبنساعد كمان الضباط، فما فيش اختلاف تقريبا. طيب بس لو وصلت اليهم سياده العميد مهام ما يعملوهاش غير ضباط رجاله، هل هم فعلا بيبقوا على قد المسؤوليه دي؟ بصي، هو فعلا في شغل بيقوم بيه الضابط ما بتقومش بيه الضابطه. تمام، دي حقيقه. وفي شغل بتقوم بيه الضابطه ما بيقومش بيه الضابط، يعني القانون بيكفل الضابطه هي الوحيده اللي تتعامل مع السيده. أيوة. القضية ممكن تبوظ لو الضابط اتعامل معاها، حتى لو متلبسه، حتى لو جايبها معاها المخدرات مثلا. ممنوع تبوظ القضية، ممنوع. القانون محامي يطلعها براءه على طول، لان ده راجل ما يلمسهاش ولا يتكلمها ولا يتعامل معاها خالص. الست بس هي المنوط بيها تفتيشها، القبض عليها، التعامل معاها. فهي ليها دور وهو ليه دور، لكن في ادوار مشتركه ما ينفعش غير ان احنا الاثنين نقوم بيها، يعني احنا الاثنين بنكمل بعض فيها. لما مثلا شغالين في المطار، شغالين في نقل المواصلات، شغالين في الجوازات، لكن الضبطيات هي ليها تخصص ولي تخصص، هي ليها مجال ولي مجال، وده قانون مش فكره كده جات لنا. ده القانون. طب افرضوا اي حد من انتوا رحتوا تظبطوا حد متلبس بمخدرات او بقتل او 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 ولقيتوا نوع من المقاومه، بتقدروا لا انا بتعامل معاها. بنتعامل معاها، لان احنا بنبقى اصلا مدربين ان احنا ازاي لو يعني احنا خدنا تقريبا كليه شرطه، خدنا عندنا في الكليه واحنا طلبه عمليات الشرطه، خدنا رمايه، اخدنا كل حاجه بتختص بان ازاي انت لو تعرضتي لموقف ازاي تتعاملي مع اللي قدامك. يعني لما نزلنا احنا بننزل انتدابين ازاي نقدر احنا نفتشها، ما حدش يكلمها، احنا اللي نكلمها، احنا اللي نتعامل معاها. لا احنا اللي بنتعامل مع كل السيدات، والحقيقه انا بشكر كل السيدات لان هي بتتعاون معانا جدا في الانتدابين. يعني في قله شويه بس الناس بتتعاون معانا، يعني اقول لها بعد اذن حضرتك الشنطه، لا هي يعني رضا فظيع، اتفضلي الشنطه، وبتبقى مبسوطه. بس هم بيبقوا مقتنعين ان احنا نازلين تامين ليهم، امان. اكيد فالناس أكيد. بتبقى نازله انتوا موجودين هتامنونا، انا خلاص تمام، ما عنديش حاجه، ما عايش حاجه. بالظبط، بتفتح بالعكس بالزبط. ده في ناس بتبقى واقفه عايزه تصور معانا، ناس مبسوطه، يعني حاسين ان هم داخلين مطمنين مش خايفين.
يعني ما يبقى في تجمع، في حاجه، في حفله، في كده، بدل ما تبقى خايفه حد يتحرش بيها، حد يضايقها، حاجه تحصل بتاع، لا ده هي داخله شافتنا اطمنت، داخله مبسوطه، حاسه ان هي هتقضي اليوم كويس، هتطلع يعني بالنسبه لهم احنا مصدر امان. طبعا. طب معانا اميره من الامارات. الو. الو. ايوه. السلام عليكم، ازيك يا ابله هاله؟ وعليكم السلام يا اميره، ازيك يا حبيبتي؟ بصراحه انا بحييكي على البرنامج الجميل ده، ربنا وربنا يخليكي لينا كده ونشوفك دايما. ربنا يسعدك. وبحيي الضيوف اللي مع حضرتك، كل سنه وهم طيبين، واحنا طبعا ما لناش غيرهم، هم اهلنا اللي بيحمونا. تمام تمام، بعد المولى سبحانه وتعالى يعني طبعا. اكيد، وهم بيبذلوا مجهود كبير يعني. ربنا يبارك لهم يا رب. وفي حاجه تانية مدام هلا، الله يخليكي، اتفضلي. كونسول، انا رحت القنصليه الامارات المصريه في الامارات، فعلا فعلا البلد اتغيرت، عاملوني معامله كويسه جدا، وجابوا لي حقي ووقفوا معايا بصراحه، حلوا لي مشكلتي انا واختي بدون اي حاجه، يعني بدون وسطات، بدون اي شيء. حقيقي البلد بتتغير، اصبروا شويه، انا عايزه اقول لهم اصبروا، مصر هتبقى احسن. ايوه صحيح، ده حقيقي، ده حقيقي. يعني وبشكر القنصليه في دبي، بشكرهم على المعامله الكويسه اللي عملوها لي. شكرا، شكرا يا اميره. طبعا اكيد المصري في اي حته هيلاقي معامله كويسه. سياده العميد، والله انا فرحانه جدا ان انا والسياده العميد وسياده النقيب وقاعدين، يعني يا جماعه في ناس تقول لك ايه، يعني اكيد مادام بقت ظابط اكيد فيها خشونه، فيها الخشونه دي اكيد بتبان في الشغل. لازم اكيد، بس انا حاسه انه في ملائكه قاعدين يا جماعه، والله بجد ربنا يحميكوا ويحافظ عليكوا يا رب. سياده العميد، ايه بقى يعني اغرب قضيه قابلت حضرتك في بالنسبه للنقل والمواصلات؟ لا، هو انت طول ما انت بتشتغلي بتقابلي حاجات رهيبه يعني. اكيد طبعا، بس في حاجات بتبقى لطيفه شويه، يعني بتبقى على قد ما هي قضيه صعبه بس تحسي انها كوميديه شويه. يعني مثلا كان اقرب حاجه، كان في واحد اتمسك في قطر بيبيع موبايل يعني. ايوه. فبيبيعه العامل السفري اللي هو بتاع الشنط اللي هو شغال في القطر، فهو بيعامله على انه اصم وابكم وما بيسمع حاجه كده، مريض يعني، فعمال يقول له، عمال يشاور له انه ما فيش خالص. فالراجل عمال يفصل معاه بقى، طب ب 50 جنيه، يقول له لا انا عايز اكل، يشاور له. فضلنا على الحال ده لغايه لما الخدمه اللي شغاله في القطر راحه جايه بقى بتمر على الركاب، فمسكته، ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ انت بتبيع موبايل للعامل وبتاع، لا انت تنفع تبيع في القطر موبايل ولا انت عامل تقدر تشتري. المهم خدهم وراح نزلوا اول محطه كنا في الزقازيق، دخلوا على الضابط، تفاجئ بقى ان اخونا الفاضل ده لسه سارق شقه في بورسعيد، وركب القطر واتمسك في الزقازيق وعليه 250 قضيه، وسرق كل محافظات القاهره ما عدا المحافظه اللي هو بيسكن فيها، عشان ما يصحش سمعته في المحافظه تتهز يعني. لازم يحافظ على مكانته في المكان عشان يبقى راجل محترم، خارج الصبح يشتغل وراجع بالليل من الشغل. فجميع محافظات مصر هو مر عليها بدون استثناء، ولما سرق الشقة بتاعت بورسعيد دي سرق الموبايل وسرق سلسلة وخاتم وبويشة، وتمام قاعد يتصرف في كل حاجة طول ما هو ماشي لغاية لما وصل الزقازيق. آخر حاجة كانت الموبايل، حتة الموبايل هي اللي خليته يتقفش، دي اللي اتقفش بيها. بس خدي من ده بقى طول ما انت شغالة والتسول عندنا بقى في التسول اللي بيتفننوا في ربط الدراع المشوه والمراهم والكانسر، ويدهن لك، يحلق ويدهن مراهم كده ان بيها ده صديد، وينزلوا ويتسولوا، وفي اليوم الواحد مبالغ يعني اقل حاجه 1000 جنيه في اليوم. في اليوم يعني حضرتك تنصحي انه الناس وهي ماشيه لو لقوا متسولين ما يبقوش يدوهم يعني؟ ما يدوهمش، ده اكيد لازم، لان الاماكن اللي محتاجين موجوده يعني، خلاص الدوله بقت تعلن دلوقتي عن اماكن. بالزبط. لو انت عايزه تتبرعي او تزكي او تعملي او تعرفي حد ماشي، لكن الناس دي بتتاجر يعني، هي بتختار مناسبات، اعياد، اماكن ازدحام، وتبتدي تمارس فيها النشاط. وحضرتك عمال النظافه في الشوارع في الاعياد، هذه قصه، لو اديتي واحد بتلاقي 18 واحد اتلموا حوالين العربيه، ما اعرفش طلعوا منين.
فالواحد ساعات يعني اهي مناظر اهي معانا في التلفزيون من المتسولين. الحاجات دي سليمه يعني، دراعه سليمه اهو. بس حضرتك لو شفتيه بقى هو مربوط هتزعلي قوي عليه، هتزعلي جدا. بعدين تكتشفي ان هو طالب في كليه علوم قسم كيمياء، فبيعرف بيعرف المكيار والحاجات كتيره يعني. طول ما انت عايشه بقى بتقابلي حاجات مختلفه. طب هم بيتسولوا حضرتك يعني طالب في كليه العلوم يتسول ليه يعني، غير ان هو عارف انه دي بتجيب له مصدر رزق كبير؟ مهنه مربحه. مربحه جدا. دي حقيقه. طب مفيش رقابه بقى على التسول؟ احنا نمنعهم يعني؟ احنا عاملين حملات بقى مستمره. أيوة. وعاملين مجموعات عمل موجوده في المترو سواء كان من نظام والبحث، دول متواجدين بصفه مستمره من الشرطه النظاميه. والبحثيه رجال وسيدات. النسبه قلت تماما يعني. احنا دلوقتي لو هنتكلم على اعداد هتلاقي ان احنا حاليا مثلا يعني بنجيب تسول في الشهر مثلا مرتين ثلاثه قضايا بس عن الاول. اول كنا اعداد يعني لما تيجي تقارني. طب امال النظافه حضرتك؟ النظافه ده شارع بقى يعني. انا شغلي تاميني داخل المرفق بالظبط. لكن يعني انا باخد راي حضرتك في عمال النظافه اللي بيبقوا في الشوارع اللي بيتسولوا. ما ده حضرتك بقى شرطه الاحداث، مباحث الاحداث، والاسم التابع للدائره ديت المكان المفروض لو كامن عام يعني. لكن احنا بنامن المرفق بتاعنا، مترو سكه حديد، اللي هي المرافق اللي فيها تجمعات من الناس، المفروض ان هم يعيشوا في امان ما يتعرضوش لاي موقف سلبي يعني. طب احنا معانا تليفون من سياده اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخليه لشؤون النقل والمواصلات. مساء الخير يا فندم. اهلا. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وكل شعب مصر بخير يا رب. يا رب يا فندم. احنا سياده العميد منورانا النهارده، وكل عايزين نشكر حضرتك على جميع الجهود اللي معموله، ونشكركم طبعا على الشرطه النسائيه انه فعلا دورهم فعال جدا في مجتمعنا حاليا. بنشكر حضرتك طبعا، واحنا طبعا لا نتاخر جهدا في تامين المواطن بصفه عامه وتامين مرافق النقل والمواصلات. وانا في البدايه طبعا بهنئ الشعب المصري كله بالاحتفالات، وكل سنه وهم طيبين. حضرتك طيب. وبنحيي ارواح شهدائنا من شهداء الشرطه والقوات المسلحه، ربنا يتغمدهم برحمته ان شاء الله. احنا طبعا الشرطه النسائيه عندنا في مترو الانفاق وفي محطات السكه الحديد عنصر فاعل جدا. ايوه. احنا توجيهات الوزاره الاهتمام بالعناصر النسائيه في تلك المحطات، لانها طبعا وجود العنصر النسائي في اي محطه من المحطات بيدي رساله وبس اطمئنان للسيدات بصفه عامه. السيدات لازم يكونوا في جو امني هادئ ومستقر. احنا عندنا في معظم المحطات وخاصه المحطات الكبيره في المترو انفاق عناصر نسائيه. أيوة. مساعده السيدات من كبار السن بيركبوا العربيات معاهم لضبط اي مخالفات او اي حاجه تضايقهم. في انتشار للعنصر النسائي بصفه عامه في كل المحطات. احنا طبعا بالاضافه لتامين السيدات احنا عندنا بعد انساني او بعد مجتمعي العنصر النسائي بيقوم به، زي ما بقول لحضرتك بيساعد السيدات كبار السن. ايوه. عندنا كراسي متحركه في محطات سكه الحديد والمترو لمساعده السيدات. برضو من في اطار البعد الانساني اللي بتقوم به العناصر النسائيه او الشرطه النسائيه، الـ 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 الاطفال التائهين عن ذويهم من السيدات. أيوة. في تلك العربات نتيجه الزحام. أيوة. طبعا بيتم استقبالهم في مكاتب الشرطه في مختلف اقسام المترو، وبيمكن التواصل لاهاليهم، ودي في الحقيقه بتدي رساله انه الشرطه يعني مع الناس وشرطه الشعب، وهو الشعار او سياسه واستراتيجيه الوزاره. ودائما السيد الوزير يوجه دائما بالاهتمام بالبث الروح الامن والاطمئنينه للسيدات وجمهور الركاب بصفه عامه في وسائل النقل والمواصلات. وفي كاميرات حضرتك برضو بقت منتشره جدا في وسائل النقل دلوقتي، فدي برضو بتسهل الى حد ما يعني.
طبعا احنا عندنا حزمه من اجراءات التامين في وسائل النقل بصفه عامه، خاصه المترو والسكه الحديد. احنا عندنا كاميرات في المحطات لضبط ايقاع الامن، وبتسهل لنا الكشف اي جريمه قد ترتكب. أيوة. وطبعا بالاضافه للكاميرات احنا بنستعين باجهزه الكشف عن المفرقعات، وسواء الكشف عن الحقائب ما تحتويه الحقائب، او بوابات الكشف عن المفرقعات في دخول المواطنين. بالاضافه احنا برضو بنستعين بالكلاب الشرطه المدربه عن الكشف عن المفرقعات، كلها اجراءات او حزمه اجراءات بتحقق لنا ان شاء الله الامن في وسائل النقل. احنا يهمنا راحه المواطن وتامين المواطن. احنا بنقول للناس اطمئنوا ان شاء الله الاحتفالات تمر على خير باذن الله يا رب، وسائل النقل في اجراءات تامينيه مشدده ومكثفه ان شاء الله. سياده اللواء بعد اذن حضرتك عايز اسالك سؤال اخير. امور يا فندم. ربنا يخليك، الامر لله يا فندم. احنا كنا اتكلمنا من حلقات سابقه عن عربيات النقل اللي بتمشي على الطريق الدائري بدون لوحات معدنيه، ودي بنصادفها كتير جدا. ف يعني مفيش اجراء مع ان في تامينات وفي كمائن كتيره جدا بتبقى على الطريق، لكن بالرغم من كده العربيات دي بتمشي ولا ما عندهاش اي مشكله يعني. لا في الحقيقه طبعا توجيهات السيد الوزير في هذا الشان والاداره العامه للمرور وكل ادارات المرور النوعيه في المحافظات وعلى الخطوط الدائريه والخطوط السريعه. أيوة. في حملات مكثفه. حضرتك يمكن لو مشيت على اي طريق بصفه عامه هتلاقي في عده اثمنه وفي حملات، وفي انتشار حاليا لقوات المرور من ضباط وافراد وجنود. ده بتحقق السيطرة للمركبات النقل الثقيل. طبعا موضوع مهم اللي حضرتك بتسريه، وده بينال اهتمام وتوجيهات الوزارة انه تحقيق الانضباط المروري. أيوة. وحماية الطرق، الناس اللي ماشية على الطرق من خلال الامن وتحقيق الامن والسلامة بصفة عامة يعني. ودول بيبقوا ماشيين الصبح حضرتك؟ يعني نقول انهم ممكن يمشوا بالليل علشان ما تبانش اللوحات، لكن بيمشوا الصبح يعني. يعني انا نفسي مصوره كذا صوره لعربيات نقل كبيره جدا من دون لوحات معدنيه. احنا طبعا بنرحب لحضرتك تدينا كل الملاحظات دي، احنا نتعامل معاها طبعا من خلال الاداره العامه للمرور. وزي ما بقول لحضرتك انه التوجيهات الوزاره حاليا بتشديد الرقابه على مركبات النقل الثقيل، لانه طبعا في بتحصل حوادث على الطرق. أيوة. بيكون بسببها وسائل النقل الثقيل. أيوة. لكن ان شاء الله في اجراءات وفي اثمنه وفي دوريات راكبه وعلى مختلف الطرق تحقق الامن ان شاء الله والسلامه للمواطن. انا بشكر سيادتك جدا، بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب والشرطه كلها بخير وبصحه يا رب، وربنا يحميك ويحافظ عليك يا فندم. حضرتك طيبه ومشكرين يا فندم، وكل سنه والشعب المصري كله بخير يا رب. وحضرتك طيب يا فندم. قولوا لي بقى، عايزه اقول لك اتفضلي يا فندم. هو كان في مشهدين دلوقتي على محطات المترو. ايوه هو كانت في واحده كنت عايزه اوريها لك دي، بس كانت قاعده وسط الناس عادي. أوه. وهي شكلها لطيف جدا ومحجبه ونظيفه جدا وشيك. قامت قطعت، كان في ايديها في مشرط، قامت قطعت شنطه لسيده منقبه. هي هتلاقيها قامت دلوقتي، هي قاعده اهي اللي هي لابسه ازرق طرحه زرقاء دي. في ايديها مشرط، كانت قاعده عادي وسط الناس، في واحده منقبه هي واقفه منطقتها تروح قطعاها. الكاميرا جابتها عندنا، الكاميرات اللي هي المراقبه بتاعه المترو. ايوه طبعا تعامل معها قانونا يعني. دي كانت حاله من الحالات يعني، اللي هي ممكن الكاميرات اللي اتركبت في المترو دلوقتي بتقضي على الظواهر السلبيه زي سرقات الشنط للسيدات والكلام ده، بتتصور وحضرتكم بقى بتتخذوا اللازم بعد كده. وكان في واقعه ثانيه برضو بتاعت موبايل، واحد سرق موبايل من واحد وهو طالع من الزحمه، يطلع معاه كانه طالع هو بياخد الموبايل. باب يقفل ينزل يمشي المترو خلاص كده. الكاميرا برضو جابته، لان جبناها بعديها بثلاث ايام واقف هيعمل نفس الواقعة تاني، فالكاميرا كانت رصداه ومسجلاه، لما جه تاني قدرنا نتعامل معاه وجبناه. والله يا سيادة العميد انا نفسي الكاميرات تبقى منتشره في مصر
اكتر من كده. هي طبعا محتاجه تكلفه كبيره قوي. حياتك لو روحتي دول عربيه زي دبي او كده بتلاقي كاميرات في كل سنتي في كل حته في هي تكلفتها غاليه. يا ريت الناس برضو تتعاون مع الشرطه اكيد. لانه انا عايزه اقول لك ده امان بالنسبه لي وانا ماشيه. يعني انا بدل مثلا ما اتبرع طبعا التبرع واجب للناس المحتاجه او للناس المريضه او او او، لكن يا ريت تفتحوا برضو باب التبرعات بجد. ولا عندكم ممنوع؟ لا، هي وزاره النقل الهيئه القوميه لتشغيل المترو هي اللي منوط ليها تركيب الكاميرات سواء كان في المترو السكه الحديد هي السكه هي بتركب. فهو الناس بصراحه لا تقلو جهدا، يعني هي مغطيه تماما في الشوارع وفي المحلات. الشوارع محافظه بقى واحياء قصه برضو بعيده الداخليه شويه، بعيد عن الداخليه بس لازم الداخليه تتدخل فيها برضه. كاميرات عند الاقسام الاماكن الشرطيه تمام، البنوك مركبه عند يعني وهكذا. يعني اللي حضرتك تقصدي كشارع كامل فده يبقى محافظه وحي يعني، لكن الاقسام والاماكن الشرطيه والبنوك والشركات كل ده مركبين. وبعدين حضرتك برضو تفرضوا على اصحاب المحلات الكبيره انهم يحطوا كاميرات لان ده امان ليهم وللناس اللي بتدخل. هما بيعملوها امان ليهم فعلا بس يعني مش كتير. مش كتير مش كتير، مكلفه شويه. طب قولوا لي بقى، عشان انا الموضوع ده اصله فاكرين طبعا ايام حوادث التحرش ونزلوا الضابطات ضربوا المتحرش وبعد كده ودوا الاسم، انا كنت معاهم يعني انا كنت في صفهم. يتضرب علقه وبعدين يروح الاسم. في ناس قالت لك لا تاخده وتوديه الاسم، ما هو الاسم هيعمل له قضيه وخلصت وخلاص. هي اصلا العلقه اللي في الاول دي هتطفي نار اللي اتعمل فيها كده. الله ينور عليكي. تمام بجد يعني. طب انتوا لو لقيتوا حد وانتوا يعني خارج شغلكم او خارج نطاق شغلكم، لو انتوا ماشيين في الشارع ولقيتوا متحرش تحرش بواحده هتعملوا ايه؟ لا هي طبعا دي حاجه بتاذي جدا يعني، ده مؤذي، ده شخص مؤذي طبعا. فلازم لكل واحد مؤذي لازم يبقى ليه جزاء. هو طبعا مش جزاؤه ان انا مد ايدي عليه، انا مش همد ايدي عليه، انا طبعا في قانون وكل حاجه، بس يعني هو يبقى عارف ان هو غلطان ومع ذلك هو يعني ايه بيقاوح وبيرد انا ما عملتش. وممكن كمان يقول انا عملت، ممكن يعترف ان انا عملت، بس هو بيبقى ساعتها انا بحس ان انا حاطه نفسي مكان اللي حصل لها، فانا ببقى يعني مش كفايه ببقى عايزه تضربيه. يعني ببقى عايزه اكله مش اضربه بس في الاخر طبعا المفروض ان يبقى في قانون يعني. بس هي المشكله ان في ستات كتير ممكن تقول خلاص هتنازل، ما هو دي المشكله. دي المشكله مش يعني احنا عايزين بناتنا وستاتنا لما تحصل دي حاجه مش معيبه بالنسبه لهم. يعني واحده ماشيه في حالها واحد حرش بيها، ايه المشكله ان انت تعملي محضر؟ لا مامتها تقول لها لا هنتفضح قدام الناس هنتفضح قدام الجيران، مع ان ده مش صح. الثقافه دي اتغيرت دلوقتي، لا بيعملوا يعني في المترو لما بتحصل لها موقف بتصر انها تعمل محضر. طب جميل. وبيتعمل لها المحضر لان في شرطه نسائيه بتعمل لها الكلام ده. يمكن بتآمن للشرطه النسائيه اكتر، بتقدر تحكي، بتقدر تسترسل في الكلام، ما بتبقاش محرجه، بتحس ان هي موجوده بتحتويها بتسمعها بتحللها مشكلتها بتجيب لها حقها. هي مجرد انا اقول لحضرتك حاجه يعني، مجرد ان انت مثلا تكلبشي وهو واقف قدامها ده احساس بيهديها. انت بتنفذي القانون تعملي محضر بالزبط. فبيكلبش مع عسكري عشان ينزل على الاسم القريب للمحطه اللي انت فيها، ما المحطه بيدون فيها المحضر بس أيوه. لازم تروح للاسم اللي هو تابع ليه المحطه ايوه، فعشان يتحرك مع العسكري بيتكلبش مع العسكري. فمجرد ان انت توقفيه قدامها بهذا الشكل قانونا هي بتهدى. بتهدى وهي زي ما حضرتك بتقولي انا ممكن لو حصل لي مشكله لما الاقي شرطيه معايا هقدر اتكلم معاها يبقى في امان بالظبط، ويبقى في راح اعرف اشرح لك ايه اللي حصل لي غير ما اتكلم مع ضابط راجل. مع احترامنا طبعا لكل الرجال طبعا، انما فعلا ربنا والله ربنا يعينكم وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه ويا رب كده السنه الجايه تبقوا في احسن حال وربنا يحميكم ويحافظ عليكم يا رب. بجد قلوبنا معاكم وبالنيابه عن جميع المشاهدين انا بحييكم بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وكان المفروض النهارده بس انا فاتتني بصراحه ان انا اجيب لكم ورد واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بس بجد يعني انا مش عارفة أعبر لكم إزاي أكتر من إن أنا أقول لكم شكرا على كل اللي بتعملوه لمصر. الحمد لله. شكرا يا فندم. دلوقتي بقى هنروح للغش الإلكتروني
والمهندس وليد هيجننا شوية في الموبايلات المقفولة وبتصورنا وبتعملنا، هنشوف مع بعض الليلة دي.